السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة إن شاء الله هنعمل فيها البيض المدحرج، واخد ترند جامد جدا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، مع إن الموضوع سهل جدا مش محتاج. تعالوا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة كده بجيب البيض بتاعي وبغسله كويس جدا تحت الحنفية بالشكل ده، لازم يتغسل كويس قوي قوي. بعد ما بغسله بجيب حلة نظيفة معايا او على حسب الكمية اللي هتعمليها، بتحطي فيها مية، بايد على المية دي علشان تبدأ تغلي، وبحط في المية شوية ملح، والملح هو اللي هيسرع لي عملية غليان المية عموما. وكمان هضيف شوية خل، والخل ده علشان خاطر البيض، لو في بيضة مثلا زي دي كده مخبوطة، الخل بيمنع ان البيض يفك في المية ويعجن المية. بمجرد المية ما تبدأ تغلي بسم الله، وببدأ احط البيض بتاعي بيضة بيضة بالراحة كده علشان يتسلق. البيض بيقعد على في المية يغلي كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده بنطفي النار عليه وبنصفي المية. وانتي بتكبي المية في الحوض تسميه بالله، وبعد كده بشطفه كويس بمية ساقعة واحطه في مية كده عشان يسهل لي عملية التقشير، وبيتقشر معايا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ودلوقتي هشطفه علشان اقدر احمره واتخلص من بواقي القشر على البيضة. بعد ما بخلص تقشير طاسة سخنة على النار، بحط فيها 3 معالق كبار من الزبدة أو السمنة لو عندك. أنا اللي عندي دي زبدة صفرا مسيحاها وخلطاها مع سمنة عادية. بنحط كده الزبدة والسمنة، أول الزيت ممكن بس السمنة البلدي بتطعمه أكتر، وبرش فيها رشة ملح كده عشان البيض ما يفرقعش، ما يطرقعش يعني كده ويطرطشك، وكمان يطعم البيض معايا. دلوقتي بحط البيض بتاعي واحطه على النار مع التقليب لحد ما اخلي كل الجوانب تحمر. بقلب كده كل جانب والتاني عشان يحمر كله من جميع الجهات. طعمه بيبقى حلو جدا جدا وخفيف. الزبدة ما بيشربش من زبدة كتير، وبس يدوب بياخد منها تحميرة. بيتاكل بقى مع اكل عادي، جبنة وبيض والاكل العادي ده. كمان ممكن تاكليه مع الكشري الاصفر، ممكن تاكليه مع مكرونة اسباجيتي، ممكن تاكليه لوحده كده زي الفل. انا شوية الزبدة بعد ما حمرت دول طقشت فيهم بيضة كده وحطيتها جنبهم. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، والبيض المدحرج ما بياخدش حاجة خالص زي ما انتم شايفين، ما فيهوش مقادير اصلا. يا رب يكون عجبكم. لو الاول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب، واضغطوا علامة الجرس إن شاء الله عشان أي جديد يوصلكم. سيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.